الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث عن إمامنا أبي جعفر محمد بن علي الجواد يمكن أن نجعله في محطات. المحطة الأولى الاقتباس من لقبه الشريف، كنيته أبو جعفر ولقبه الجواد. في كل مناسبات أئمة أهل البيت عليهم السلام نقطة الاقتداء والتأسي، نعم نجعلها على ذلك اللقب، وإن كان الإمام مظهرا لكل الكمالات. كل أئمتنا يكظمون الغيظ. الإمام المجتبى معروف بالحلم، الحلم الحسني. الإمام الباقر يتجاسر عليه المتجاسر فيرد عليه بأحسن القول، ولكن إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام لقب بهذا اللقب لشدة ما كظم غيظه. إمام زمانه إمام الإنس والجن وهو في ظلم المطامير، نعم ومعذب بحلق القيود. حقيقة الظلم والغيظ الذي نعم عاشه الإمام موسى بن جعفر لم يكن هينا، نحن لا نتصوره. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه مظهر الجود، نريد هذه الليلة أن نتأسى به صلوات الله عليه في أن نكون متشبهين به. ما هي درجات الجود؟ طبعا الإنسان الذي يؤدي واجبه الشرعي، يؤدي خمس ماله، زكاة ماله، هذا الإنسان متعبد بدرجة من الدرجات، قد يقال بأنه جواد. ولكن الجود حقيقة عندما يتنفل الإنسان بالإنفاق، أعني بالتنفل الإنفاق المستحب، أن تدفع الخمس هذا أمر مفروض عليك، أنت أصلا لا تملك الزائد، هذا الخمس ليس لك، أنت مستأمن ترجع المال إلى أصحابه، أنت إنسان أمين. السخاء والجود عندما تنفق زيادة عما فرض عليك، وخاصة مع الفقر والفاقة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا إنفاق الفقير هذا نعم من أفضل أنواع الإنفاق. إذن الجود بالمال، وقلنا الجود خاصة وقت الحاجة والجود وقت الفقر، هذا من مصادق الجود. الجود بالمال، الجود بالعلم. بعض العلماء ما يعطيه من العلم لا يقاس بما في صدره من العلم. قد يكون أحدهم فقيها ولكن في السماء لا يعلم الناس مسألة واحدة ولا يكتب مسألة واحدة، علم في الصدور. إذن الإنفاق بما أعطاك الله عز وجل من العلم هذا أيضا جود. وكلنا تقريبا نعرف أمهات الحلال والحرام، الذي لا ينهى عن المنكر لا يبث علمه الذي يعرفه، هذا بخيل بما رزقه الله وبما رزقناهم ينفقون.
الجود بالوقت والعمر. بعض الناس على اللهو واللعب قد يجلس الساعات على طعامه وشرابه، ولكن أحدهم يريد أن يستشيرك في أمر وأنت لك خبرة يبخل عليك بالوقت. وبالمناسبة بين قوسين، الذي هكذا يريد أن يكتسب وجاهه من خلال قوله ليس عندي وقت مثلا، هذه العبارة نسمعها، أنا لا أصدق كثيرا هذه الدعوة، لأن صاحبنا كثيرا ما يتلف وقته على الأباطيل. ليس عندي وقت يقوله إنسان مشغول حقيقة. عامة الناس يجاملون في هذه الجملة. إذن لو أن مؤمنا أراد أن يأخذ من وقتك شيئا لمشورة لزيارة، لا تبخل بعمرك. إذن الجود بالوقت. الجود بالنفس، لا أعني الجود بالروح، سيأتي بعد قليل. الجود بالنفس بمعنى القتال، الجود بالنفس بمعنى إعطاء الاهتمام. قد تكون في المنزل تعيش مع الأبوين، لا تعطي من اهتمامك لوالديك، لزوجتك، لولدك، بمعنى أنه ليس لهم كما يقال موضع قدم في قلبك. المؤمن موجود يبالي بالغير، بأمور المسلمين. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذن لا تجعل جل همك دراستك، تفوقك، زيجتك، ربحك إلى آخره، اجعل للغير نصيبا في حياتك. هذا جود قل بالاهتمام. وأقصى الجود أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل الله عز وجل، وعلى رأس هؤلاء سيد الشهداء وأصحابه الميامين. إذن الجود قلنا درجات، بدأنا بالمال وانتهينا بالنفس. إمامنا الجواد صلوات الله عليه من امتيازاته أنه عبر عن ولده بعبارة لم ترد في باقي أئمة أهل البيت، قال: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. طبعا هذه الرواية بحاجة إلى توضيح وتفسير. قلنا قبل ليالي أو البارحة أن أمير المؤمنين أعظم الأئمة منزلة، فإذا كيف نجمع مع هذه العبارة؟ والله العالم، ولد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في تقدم سن لإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إلى درجة بعض أصحاب الرضا عليه السلام كأنه رق لإمامه يقول: ادعو الله أن يرزقك ولدا. يبدو أن تأخر الولد كان ملفتا عند أصحاب الرضا عليه السلام، فقال: إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني. فلما ولد الجواد عليه السلام قال: ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم. إذن الإمام الجواد عليه السلام ولد في فترة بعض أصحاب الإمام الرضا عليه السلام استغربوا من الإمام، وكأن الإمام لا عقب له. النبي بشر بالأئمة الاثني عشر وهذا الإمام هو الثامن، أين التاسع من ولد النبي؟ عندما جاء الجواد صلوات الله عليه تهلل الموالون بهذا المولود المبارك.
الإمام صلوات الله عليه تسلم مقاليد الإمامة في صغر سنه، كان صبيا يقول: خرج علي أبو جعفر فجعلت أنظر إليه فقال لي: يا علي، الإمام صلوات الله عليه بفضل الله عز وجل رب العالمين يعطيه بعض المزايا، رب العالمين لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى، والإمام مرتضى لعلم الله عز وجل. قال: يا علي، إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة. ولعل الإمام يريد هذا المعنى واقعا، الذي لا يعتقد بالإمامة هذا الإنسان لا تفكير له لا فكر له، رب العالمين أعلم حيث يجعل رسالته. بعد النبي بيوم حاجة الأمة للنبي للإمام كحاجته للنبي، ما تغير شيء. الأمة هي الأمة، الحاجة إلى المفسر هي الحاجة، الحاجة إلى القاضي هي الحاجة، الحاجة إلى القائد هي الحاجة، والذي يعين الإمام هو الذي يعين النبي، الله أعلم، يعني حيث يجعل وصايته. ولهذا الإمام قال في هذا المقام: وآتيناه الحكم صبيا. الحكم من قبل الله سواء للنبي أو الوصي، الملاك واحد. إذن وآتيناه الحكم صبيا، إشارة إلى من؟ إلى عيسى المسيح. ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، إذن عند 40 رب العالمين يعطي الحكم في الصبا، يعطي الحكم. فقال عليه السلام: فقد يجوز أن يعطى الحكم صبيا، ويجوز أن يعطى وهو ابن 40 سنة. إذن في المهد يكلم الناس: أنا كإمام، الإمام الجواد، ما المانع أن أكون إماما في هذا العمر؟ والغريب على ما نقرأ في التاريخ أن البعض وقف على إمامة الإمام الصادق عليه السلام، من اعتقدوا بإسماعيل. البعض وقف على الإمام موسى بن جعفر الواقفية. البعض وقف على الإمام علي بن الحسين زين العابدين الزيدية، ولكن لم نسمع فرقة يعتد بها وقفت على إمامة الرضا عليه السلام ولم تقبل ولاية الجوادي صلوات الله وسلامه عليه. يبدو أن الأمة بلغت مبلغا من النضج الفكري والفهم، بحيث استوعبت إمامة الإمام الجواد وهو أول أئمة أهل البيت، استلاما لمقاليد الإمامة في هذا العمر المبارك. كلمة أخيرة: انظروا إلى جرأة الإمام واعتماده على العزة الإلهية، ولله العزة ولرسوله. اجتاز المأمون بابن الرضا الإمام الجواد، حتى الإمام الهادي نعم يكنى بابن الرضا، لأن الإمام الرضا عليه السلام كما تعلمون ذا عصيته في الآفاق، حفيده أيضا يقال ابن الرضا. اجتاز المأمون بابن الرضا وهو بين الصبيان فهربوا سواه وقال علي به. طبيعي، الخليفة له ما له من الخدم والحشم، الصبيان فروا منه. قال لهم: جيئوا به. فقال له: ما لك
ما لك لا حرقت في جملة الصبيان؟ قال ما لي ذنب فأفر منه، ولا الطريق ضيق فأوسعه عليك، سر حيث شئت. يعني يا أيها الخليفة الظاهري، يعني سر، لماذا تطلب مني أن أذهب وأوسع لك الطريق؟ فقال من تكون أنت؟ صبي يتكلم مع الخليفة بهذا المنطق، وإذا بإمامنا الجواد عليه السلام يذكر نسبه ليقول له أنا حفيد أمير المؤمنين، أنا محمد بن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وكأنه أراد الإمام، وكأنه والله العالم أراد أن يذكره بسلسلة الذهب الأئمة الاثني عشر، يعني الدور وصل إليه أنا التاسع، وسيأتي العاشر والحادي عشر والثاني عشر. هذه سيرتهم وهذه سنتهم. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك ثبتنا على ولايتهم في الدنيا والآخرة. اللهم كما رزقتنا في الدنيا زيارتهم فارزقنا شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.